بشأن سباق التسلح وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو المتخصص في الشأن الروسي الدكتور نصر اليوسف. دكتور نصر، بداية مرحبا بكم. يعني كيف تابع الشارع السياسي في روسيا تهديد أمريكا بالانسحاب من الاتفاقية النووية؟ مساء الخير لكم للسادة المشاهدين جميعا. بكل تأكيد الشارع الروسي وخاصة المتخصصون الساسة والمتابعون لم يكونوا مسرورين لهذا الإعلان، لكن لم يكن مفاجئا بالنسبة لهم، لأن هذا الحديث يدور منذ فترة، إذ يتقاذف الروس والأمريكان الاتهامات بخرق معاهدة أتلاف الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى منذ فترة طويلة، إذ يرى الروس أن الصواريخ التي نصبت في رومانيا وبولونيا والتي مخصصة لاعتراض الصواريخ وهي من ضمن منظومة الدفاع الصاروخي يرون فيها نوعا من خرق هذه المعاهدة، وبالمقابل يرى الأمريكان أن كثير مما يفعله الروس في الآونة الأخيرة يخرق المعاهدة كذلك، لهذا لم يكن مفاجئ، وبالتأكيد هذا لا يسر الروس ولا يسر وليس في مصلحة العالم برمته أن تتدمر هذه المعاهدة التي تخرق التوازن الاستراتيجي الذي صمد لفترة طويلة. كيف تقرأ تحذير موسكو للولايات المتحدة من الانسحاب من المعاهدة النووية في هذا التوقيت؟ التحذير، وهذا كما أسلفت أنه تحذير متبادل، الروس عندما يكون العقوبات اقتصادية يفكرون طويلا بانتقاء نوع الرد، أما فيما يخص التوازن الاستراتيجي فكما قال بوتين حرفيا أن سيكون الرد فوريا، أي أنهم لديهم من التحذيرات يمكنهم الرد به، يعني إذا خرقوا وبدأوا ينشرون الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى فإن لدى الروس ما يردون به فورا على هذا، وهو طبعا تطوير أنظمة صاروخية جديدة حاملة للروس النووي. يعني هذه المرحلة إلى أي مدى يمكن وصفها أنها مرحلة ربما حرب باردة جديدة بين روسيا وأمريكا على غرار ما كانت مع الاتحاد السوفيتي؟ قبل شهر تقريبا أو أكثر قليلا قالوا أن العلاقات بين روسيا والغرب في الحضيض في أدنى مستوياتها، وربما هي حاليا أسوأ مما كانت عليه أثناء الحرب الباردة. لم يستطيع الروس والأمريكان حاليا أن يتفقوا على أي شيء وسط. هناك طبعا حالة متردية جدا في العلاقات، ويريد كل من الطرفين أن يفرض نفسه لاعبا قويا وأقوى من الطرف الآخر على الساحة الدولية. يعني الأيام القادمة إلى أي مدى تعتقد أنها ربما ستشهد يعني ولادة أحلاف جديدة على غرار ما كانت تشهده المرحلة السابقة؟ في الحرب الباردة يعني كان كما من مصطلح الحرب الباردة هناك كان مواجهة لكن لم تصل إلى مرحلة السخونة، وهذا من رحمة الأقدار. أعتقد أن لدى كل من الطرفين الحكمة ما يمنعهم من الانزلاق نحو سخونة، لأن السخونة تعني تدمير الكرة الأرضية، وهناك مناشدات اليوم، نحن سمعنا اليوم موغريني والاتحاد الأوروبي وكندا وكل العالم يناشدون التريف، وميخائيل غورباتشوف الذي وقع الاتفاقية مع الرئيس السابق رونالد ريغان كذلك قال بالتروي والحكمة يجب أن تتوصلوا إلى حل وسط، ولهذا الهدف ربما وصل اليوم إلى موسكو مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، وعقد عددا من اللقاءات، وغدا سيلتقي بوتين، ونأمل أن يعني يحصل انفراج في هذا الموضوع، لأن الخروج من هذه المعاهدة لا يصب في مصلحة أي أحد في العالم. كيف تنظر إلى الموقف الصيني من العلاقة بين الأمريكان والروس؟
الصين في الفترة الأخيرة على تماهي تام مع الروس، يعني العلاقات بين روسيا والصين لم تكن قط أحسن مما هي عليه اليوم، على عكس العلاقة كما قلت مع الولايات المتحدة. وبالتالي هناك نغمة جديدة في الولايات المتحدة، حيث قال الرئيس دونالد ترامب أن روسيا والصين لم تكن طرفا في هذه المعاهدة، إذا بدأ يضعهما في كفة واحدة، خاصة أن ميزان القوى وميزان المصالح والاهتمام انتقل عمليا بشكل كبير إلى منطقة آسيا وجنوب شرق آسيا تحديدا. فالأمريكان قلقون من تطور الصين على الصعيد العسكري والاقتصادي، ولذلك يعني يعتبرونها نوعا من التهديد لمصالحهم الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق هناك تقارب كبير بين روسيا والصين. نشكرك شكرا جزيلا من موسكو المتخصص في الشأن الروسي الدكتور نصر اليوسف.